القائد ديما يقدم ما يوخرش. الحمل قائد عنده ضغوطات نفسية تحسه مخنوق، مرات يقدم مرات يوخر. قل لك يا صاحب الحمل ديما تكون قوي ما تتراجعش، حاول ديما خذ كلمة واعطي كلمة، ديما تحس متقلق لكن ديما تشنج كالعاصفة، مرات تجي قوية مرات تجي خفيفة. صاحب الحمل قاعد الفترة هذه متشنج في أمور عاطفية في أمور المادية كما هو كما برج الهوائي. الحمل قاعد يتفادى برشا مشاكل لكن لصقة فيه كالتابعة، كل ونجي يقدم في عمل لاهين به لهو من غير صواب. لكن ديما أرزن صاحب الحمل، أنت برجك باهي مع البلورة مع الكرتروجيا، يقول لك الكرتروجيا تاعك طيبة برشا، لكن ديما تحسك في جرتك الهوى لاهين بيك، ديما تكون خذ حذرك منهم. أعطيك كلمة خذ كلمة، ديما تكون ذكي ماذا بيك تحصلهمش، خاصة أصحاب الدراسة مركزين صفة تركيزة باهية، لكن ماذا بيهم ما يغطسوش ما يتعبوش رواحهم. يبدو أكثر حاجة المتنبهات، وحاولوا يعملوا شوية رياضة ليهم بخطر باهية برشا. برج الحمل، برج الحمل ديما اللون يعشق ديما الأسود والأزرق. الأرقام الحظ هو فردي، هو واحد أو ثلاثة أو تسعة، والأيامات يناسب هو الخميس ويوم الاثنين. شوفوا البرج الثور، الثور ديما يحب الزهو والترب، ديما يحب الجو، ما يحبش كل يناقشه. الثور قاعد ديما باهي مش خايب، لكن ماذا به يتفادى من كل حاجة جانب اللي هو يدخل في حوايج تعكسه. يحب يمشي بمخه لكن خايف يحصل، ديما شارك الناس وأحكي معهم وأصحاب السوء أبدا لهم، ماذا بيك من رزقش لهلاك. ورد بالك من الثرثرة، خاصة أنت تقعد توقيت تمر بصعوبات كبيرة برشا مادية وعاطفية، لكن خذ حذرك من أصحاب السوء قبل ما تغيس قيس. ثبت أمورك يا صاحب الثور، أنت عندك برشا أفاق باهية حب يغرقوك في بعض أصحاب السوء، لكن أرد بالك منهم. تقعد تقدم في تقديم باهي، لكن أرد بالك من التعب والشقاء. حاول ديما تكون قوي، خاصة الأسبوع هذاي عندك برشا عروض جايتك مع برج الكارت بتاعك طيبة برشا. خذ كل شيء، أن الكلام اللي ينفعك ما تاخذش كلام يضحك عليك. ديما البرج الثور في الأسبوع هذاي عنده مفاجأة تتسنى فيه. اللون ديما عاشق القري أبيض. الأرقام الحظ هو جوزي 2 أو 8، والأيمات هو الجمعة ويوم الأحد. شوفوا البرج الجوزاء، الجوزاء ديما السيم والجيم في جرته، أصحاب الناس النفوس الغامضة يستنوا فيه وقتش تعبوه. هم زوج متقارنين، الجوزاء هوائك التقس تحسوا حنين طيب لكنه ما تنرفز، ما يحبش كل يقلقه، ديما يحب يمشي بكلامه لكن ما يحبش يشارك الناس. يا صاحب الجوزاء راه مش باهي ليك، صحيح أنت ذكي وباهي لكن تعرضت برشا ضغوط تعبتك برشا، سواء أمور عاطفية سواء مادية سواء حتى في العمل، خاصة أصحاب القراية. ديما برج الجوزاء من 15 إلى 25 أبرك، لكن من 25 إلى حتى 45 ديما تقلقين الفترة هذه، والبقية ديما يحسوا عند بعض المشاكل مستعصية لكن يخرج منها لباس. الجوزاء قاعد يخمم، قاعد برشا إذكاء عنده، لكن ديما يحب روحه ديما قوي. لكن رد بالك يا صاحب الجوزاء، ديما حاول أعطي كلمة وخليك ديما نستنفعك، ما يمشيش كم برايك خايب بعدين يقولك ديما قاسي. أرقام الحظ هو رقم 16 ورقم 27، واللون اللي يعشق هو يعشق القري ويعشق اللون الروز. الأيامات اللي نسبوه هو يوم الثلاثاء ويوم الخميس. شوفوا السرطان، السرطان قاعد في دوامة، والكارتولوجيا قاعدة قاسي معاه، دوامة قاعد يخمم قاعد يفاد الناس. السرطان قاعد يذوي برشا، يحل في مشاكل الناس الكل، لكن مشكلته هو ديما غامضة. يا صاحب السرطان أنفع نفسك قبل ما تنفع الناس، يقول لك متفرغ لصدقة لما تشبع مولاه. أنت سرطان باهي، لكن اللي في ديك ليس ليك، اللي يجيك بالطيب تعطيه كل شيء، لكن النهار تلتيح ما تلقى حتى حد. السرطان كوكب شمسي، قاعد عنده برشا ضغطة مادية، حب برشا يتقوى لكن ما نجمش، حتى في أمور عاطفية غاطس، حب ينجى من كل المشاكل العاطفية لكن تحسه لهين به. كل ونجي يقدم تعطل، يوصل الفم الزجاجة وبعد يقرحه تعب. السرطان عنده